ما معنى اسم رميساء؟ هو اسم عربي مميز، اسم علم مؤنث، والقليل منه يدعى الرميساء بالصاد، يعني المرأة المغطاة والمستترة كحيلة العين، وهي الفتاة الجميلة الفاتنة التي لا تبوح بالأسرار بل تكون كاتمة للسر. فيعني أيضا هذا الاسم الفتاة المهذبة والنجيبة المحبوبة. يعني أيضا من الناحية الفيزيائية أو من ناحية الجسم، الفتاة التي تمتلك عينين جميلتين واسعتين ولها شخصية منفردة ومميزة. من أشهر حاملي اسم رميساء هي الرميساء أم سليم. هي أول امرأة كان مهرها الإسلام،